أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي النيل أينما كنتم. اليوم هو 25 من شهر أبريل، هو يوم مفصلي في تاريخ مصر والمصريين. هو اليوم الذي عادت فيه سيناء إلى حضن الوطن مرة أخرى بعد احتلال غاشم. سيناء هي درة التاج على رأس مصر، سيناء هي أيقونة هذه البلاد، سيناء التي أقسم الله بها في القرآن الكريم، وهي التي أمر الله نبيه موسى أن يخلع عليه قبل أن يطأ ترابها. سيناء عادت إلى مصر عبر رحلات من الكفاح وعبر جولات من الدبلوماسية وصولات من المفاوضات. سيناء اغتربت كثيرا لكنها عادت في 25 من أبريل من عام 1982، وحتى هذه اللحظة تدافع مصر عن سيناء بطرق أخرى، بطرق التنمية والنماء. في هذه الساعة نسلط الضوء ونجدد الذكرى للأجيال الشابة والأجيال القادمة بهذه الذكرى العزيزة على كل مصر كل مصري ومصرية. معنا خلال هذه التغطية سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، المستشار بأكاديمية بكلية القادة والأركان. مرحبا بكم سيادة اللواء محمد، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا فندم، ومصر والعالم العربي بكل خير. سيادة اللواء أهلا وسهلا بك على مدى هذه التغطية، لكن قبل أن نبدأ حوارنا معك اسمح لنا أن نشاهد هذا التقرير الذي توجه من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحية إجلال وتقدير للرئيس البطل محمد أنور السادات في ذكرى تحرير سيناء. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الخالد أن يوم 25 من أبريل يمثل نتاجا لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام الطويلة. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم في ذكرى عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي، الذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة، مهد الرسالات ومصر الأنبياء، تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التي تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلى على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرا. إن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، فهي عبر التاريخ مطمع للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين، وهي كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله. الأخوة والأخوات، سيبقى يوم 25 من إبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا، يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة، مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار. إن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ. في هذا اليوم نتوجه بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات، قائد الحرب والسلام، الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة وفي أحلك الأيام ظلمة. وفق الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية. ثم تعود سيناء لتخوض اختبارا صعبا وغير مسبوق، إذ يتوافد إليها إرهابيون وتكفيريون من كل حدب وصوب، يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب. يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها، متغافلين أن هذا الجيش
العظيم والشرطة الباسلة، مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن، ومن خلفهم شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر. إن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء. شعب مصر العظيم، إن تحرير سيناء من الاحتلال ومن الإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من أجل تعزيزه وحمايته. وامتدادا لذلك، فإننا شرعنا في معركة تنمية سيناء التي تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعا جديدا يليق بها وبتضحيات المصريين جميعا في سيناء وفي كل بقعة على امتداد الوطن. الأخوة والأخوات، إننا إذ نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء نتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء للوطن، وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب. نقول لهم ولأسرهم إن جيلنا والأجيال المقبلة تتعهد بحماية ما حققتموه من إنجاز عظيم باليقظة والاستعداد الدائم وبالمزيد من العمل والعمل. مصر ماضية في طريقها عودة إذا إلى ضيفنا الكريم سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى سيادة اللواء محمد. وسيناء يعني حقبة من تاريخ مصر، سيناء في العصر الحديث حقبة من تاريخ مصر فيها معارك، فيها انتصار، فيها هزيمة، فيها معركة دبلوماسية لاسترداد الأرض. كيف تقرأ هذه الحقبة سيادة اللواء محمد؟ والله أنا عايز أقول في البداية النهاردة يوم الثلاثاء موافق 25 إبريل 2023 مصر بتحتفل بالذكرى 41 لتحرير سيناء. مصر حررت أرضها بكل وسائل النضال، في كفاح مسلح في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة. حرب أكتوبر دي اللي هي هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي وكسرت ذراع إسرائيل الطولة الممثلة في قواتها الجوية وهزمت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم. بعد ذلك دي مرحلة بالعمل العسكري، ثم بعد ذلك جاءت المفاوضات السياسية والدبلوماسية ابتداء من مفاوضات شقة جدا في الفصل بين القوات في عامي 1974 و1975، ثم بعد ذلك اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت مصر والرئيس والزعيم محمد أنور السادات اللي احنا النهاردة بنوجه له تحية للزعيم محمد أنور السادات، بطل الحرب وبطل السلام. يعني هو كانت الحرب أكتوبر مغامرة غير محسوبة، وأيضا السلام كان أيضا مغامرة غير محسوبة. بعد ذلك مصر استردت كل أرضها زي النهاردة من 41 سنة 25 إبريل 1982. طبعا الفترة ما بين اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في 79 مارس وما بين استلام الأرض كلها في عام 82 كان فيه 3 سنين. الثلاث سنين كان فيهم حرب دروس، بس حرب أعصاب، حرب توتر، لأنها نعلم أن الجانب الإسرائيلي يتميز بالمراوغة والابتزاز ولا يريد أن يسلم الأرض، حتى أنه كانت هناك مستعمرة تسمى مستعمرة ياميت
ديت على ساحل البحر المتوسط. كلمة ياميت دي كلمة عبرية معناها على شاطئ البحر، وهي فعلا المستعمرة دي على شاطئ البحر، وكان كل المستوطنين اليهود فيها عبارة عن 3000 واحد كلهم اجتمعوا. الفترة بقى في الثلاث سنين اللي هو هناك مفاوضات بالانسحاب في توقيت محدد حددته الاتفاقية معاهدة السلام، وهم قالوا لا مش هنخرج، وهددوا الثلاث آلاف واحد دول ان هم سيكون هناك انتحار جماعي كل نصف ساعة لو الحكومة الإسرائيلية أذعنت بالانسحاب. طبعا نعرف دي تمثيلية، وعلشان كانوا على مسرحية هزلية، وكانت هناك مفاوضات واتصالات أنهت هذه المسرحية الهزلية. وبالتالي كانت حرب أكتوبر ديت استمرت 16 يوم، العمل العسكري المدفعية والطيران والسمفونية الكبيرة وعبقرية اختيار توقيت ساعة الصف، وازاي ان احنا هو ليه حرب أكتوبر حتى الآن يا دكتور خالد ما زالت تدرس في الأكاديميات والمعاهد العسكرية العالمية؟ لأنهم بيقفوا أمام ثلاث حاجات: كيفية اقتحام الجيش المصري لمانع مائي كبير هو قناة السويس، ثم خط مجهز خط بارليف اللي هو أقوى من خط ماجيني الفرنسي وخط سيكفريد الألماني، ثم بعد ذلك ساتر ترابي 22 متر بدرجة ميل 45 درجة. كل ذلك صعوبات كان الخبراء العسكريين بيقولوا أنها تحتاج لقنبلة ذرية، ولكن مصر كانت لديها قنبلة ذرية. هذه القنبلة الذرية هي إيه؟ هي الجندي البطل المصري اللي تم تأهيله نفسيا ومعنويا، وتكون عقيدته النصر أو الشهادة. دول حربين، حرب بالمدفعية والطائرات وحرب بالأعصاب والتوتر. الحمد لله مصر انتصرت حتى استعادت سيناء كاملة، ولكن برضو في 25 إبريل 82 مصر استعادت كل سيناء ما عدا حاجة صغيرة كده 1 كيلومتر مربع، هي طابة. في 7 سنوات وبالتحكيم الدولي تم استعادة طابة في 15 مارس 89، وده بيقول لنا رسالة مهمة، وبيقول للأجيال الجديدة رسالة أن قادة مصر وجيش مصر بيعرف تماما ويدرك معنى السيادة الوطنية وقدسية التراب الوطني، ولا يمكن التفريط في شبر واحد من هذه الأرض المقدسة. كانت حرب كبيرة جدا هذه الحرب، وكان على أثرها تحرير سيناء، وزي ما قال الرئيس الآن في خطاب اليوم تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وتم تطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، وتدمير بنيتهم الأساسية، تدمير بنيتهم والقضاء عليهم. مصر قضت واستخدمت سلاح جديد، ليست عمليات عسكرية وأمنية فقط، وليس بتكفيف منابع التمويل، تكفيف منابع الفكر، ولكن حربة الإرهاب بالتنمية، التنمية في كل مصر وخاصة في شمال سيناء. قبل التنمية سيادة الأمير محمد فيما يتعلق بالإرهاب، هل لم يزل يتبقى جيوب من الإرهاب في سيناء حتى الآن، أم والله تم القضاء بشكل تام؟ دكتور خالد ده سؤال مهم جدا. احنا نعلم أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا مكان ولا زمان، وزي ان مصر كانت بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم، واحنا شفنا ان فترة من الفترات كان في ذروة النشاط الارهابي اعتبارا من يونيو 2013 حتى يونيو 2017. في الاربع سنوات دولة كانت توجد 1329 عملية ارهابية ضد الجيش، الشرطة، المواطنين. ازاي ده 1329 عملية ارهابية؟ طبعا ده لا يكون فيه تنمية، فيه استنزاف للارواح للأرواح الجنود والضباط، والرئيس بالمناسبة وجه التحية الواجبة لأرواح هؤلاء الشهداء الخالدين. هم فعلا خالدين، لأن يعني بما بذلوه من دمائهم استطاعت مصر أن تتبوأ مكانتها وريادتها، ليس على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي. الإرهاب ده بقوة وجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية الباسلة استطاعت أن تقضي على كل الإرهاب. يعني كنت عاوز أقول لحضرتك إن في خريطة في سيناء فيها كانت فيها أماكن الإرهابيين والأسلحة المتواجدة معهم، ويتم القضاء عليهم. حتى أن نقاط الارتكاز اللي احنا بنقول عليها الكمائن
بنقول عليها نقاط الارتكاز. نقاط الارتكاز دي كان دائما ما تقوم عمليات إرهابية عليها في الفترات اللي احنا قلنا من 2013 ل 2017. تم تجهيز هذه نقاط الارتكاز بطريقة هندسية، بطريقة تكتيكية، بحيث ان يكون هناك برج للمراقبة. مفيش جندي يقوم بالمراقبة، امال اللي بيراقب؟ كاميرات، هذه الكاميرات متصلة بمركز قيادة، وجنب الكاميرا في رشاش يعمل اوتوماتيكيا على الاهداف المرتقبة، بل واستخدام سلاح جديد وهو الطيارات المسيرة اللي هي بتستطيع ان تقوم بالليل، حتى بالليل، ان هي تمشط كل المنطقة الموجودة وترسل كل بيانات الاستطلاع الى مركز القيادة حتى يتم استهداف. ده اللي كان السبب الرئيس في عملية القضاء على الإرهاب. تم القضاء بجهود كبيرة جدا من قواتنا المسلحة بواسطة أعمال التنمية. عايز أقول إن التنمية اللي تمت في سيناء خلال 8 سنوات فقط كانت 460 مشروع تكلفت 480 مليار جنيه، مبلغ كبير جدا. في إيه بقى؟ في الطرق، في الوحدات السكنية، في حتى المساكن البدوية، في المستشفيات، في تطوير بحيرة البردويل، في مطار العريش، في ميناء العريش، في المستشفيات، في القيمة المضافة. يعني تم في 5 مناطق صناعية موجودة في سيناء، هذه المناطق الصناعية تتواجد في أماكن أول مرة كنا نسمع عنها، في وسط سيناء تسمى منطقة تسمى الجفجافة، أول مرة نسمع. فيها مجمع لإنتاج الرخام والجرانيت بطاقة 7 مليون متر مربع سنويا. وبالتالي ناهيك عن مصانع الأسمنت بطاقة تصل إلى مثل هذه. طب احنا بنتكلم ست اللي هو عن وسط سيناء وجنوب سيناء وشمال سيناء، استراتيجية التنمية عبر هذه الخريطة، بس التركيز اللي أنا قلت عليه حضرتك اللي هم 460 مشروع في شمال، في بس شمال. بس لكن وعلشان كده بقول اتكلفت المبلغ اللي هو 480 مليار جنيه. لكن شمال جنوب، طبعا جنوب هناك طفرة كبيرة، بحيث ان مثلا مدينة زي شرم الشيخ يعني اخذت جائزة من اليونسكو بانها المدينة السياحية الاولى على مستوى العالم، حيث يتواجد بها اكثر من 500 فندق. بالاضافة احنا شفنا وهي بتحتضن كوب 27 في على ارض شرم الشيخ. وبالتالي بنقول نتكلم عن شمال سيناء، شمال سيناء اللي كان في شمال سيناء اللي كان فيه النشاط الارهابي، وكان هو في مثلث العريش رفع الشيخ زويد فقط. وما كانش فيه بعد كده الا عناصر ممكن تبقى متسربه من هنا او من هناك. تم القضاء على كل ذلك. في القريب العاجل ان شاء الله يتم الاحتفال ب الانتهاء تماما من كل العناصر الإرهابية اللي موجودة. طبعا دي جهود كبيرة جدا، تم يعني استشهاد الكثير من أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة، لكن المقابل كبير جدا هو حماية هذه البلد والحفاظ على كل شبر تراب من أرضها. علشان كده وإحنا بنتكلم النهاردة وإحنا يعني أعظم احتفال بالذكرى 41 ان احنا ندعم مشروعات التنمية اكتر واكتر، لانها بتخلق فرص عمل للشباب السيناوي حتى لا يصل استقطابهم من قبل الجماعات الارهابية المتطرفة. والرئيس عبد الفتاح السيسي عندما ينتهج عملية التنمية في سيناء ده علشان يأمنها، يعني احنا بنحمي ونصون ونؤمن سيناء باعمال التنمية. لكن هل التنمية قاصرة فقط على سيناء وشمال سيناء؟ لا، الدولة خلال برضو 8 سنوات هناك 30,000 مشروع تكلفت أكثر من 8 تريليون جنيه. والرئيس عبد الفتاح السيسي انتهج نظرية جديدة في عملية الاستثمار والإنشاءات، قال بها عالم اقتصاد روزنشتاين رودان. الرجل ده قال يتم انتهاج ما يسمى بالدفع القوية. يعني ايه الدفع القوية؟ يعني ان انت لما تيجي تعمل استثمار تقوم بتنفيذ استثمار في تنتشر في كل ربوع الوطن. وعلشان كده بنشوف الصعيد، بنشوف واجه بحري، بنشوف القاهرة، حتى في الوادي الجديد. احنا كانت المناطق الحدودية تحتاج الكثير من أعمال التنمية، الآن بيتم التركيز على ذلك. الدفعة القوية دي يعني انتشار الاستثمارات في كل مكان. طيب ايه السبب
في عملية التنمية الآن بعد أن يتم الانتهاء من القضاء على الإرهاب بتظهر أعمال التنمية. لنعلم أن القوة دي مهمة جدا، القوة بتصنع الحق، ويعني لا تجعل الآخرين يقوموا بالمساس بأمنك القومي. في عالم في العلاقات الدولية اسمه هانز مورجانثو، الراجل ده هذا العالم بيقول أن السياسات الدولية هي صراع على امتلاك القوة، إما الاحتفاظ بها وإما إظهارها، يظهرها من خلال الرضع. وعلشان كده بنشوف دائما مصر ما تقوم بتنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والدول الصديقة. خلال عام 22 كان هناك 29 تدريب مشترك مع أمريكا ومع روسيا وفرنسا وبريطانيا، حتى أن يعني التدريب المشترك مع فرنسا يسمى كيلومترا ويسمى رمسيس، والتدريب المشترك مع بريطانيا يسمى أحمس. يعني بيقضوا من القادة ومن الزعماء في العصر القديم أسماء لمثل تلك. نعم. طب الأرقام اللي حضرتك بتقولها سيادة اللواء محمد بتشير إلى أنه الاهتمام بسيناء لم يعد اهتماما موسميا كما أشار البعض أو كما يقول البعض، وإنما اهتمام على مدار العام، بدليل أنه استراتيجية متكاملة متواصلة للتنمية. طبعاً أنا عايز أقول إن طبعا أن سيناء دي مهمة جدا لكل مصر، ودايما في بؤرة اهتمام المواطن وفي بؤرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هذه البقعة الغالية اللي هي سيناء صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد أبنائها ودماء شهدائها. وعلشان كده شفنا من الفترات حتى في التاريخ الفرعوني إزاي أن كانت سيناء ديت يعني طريق للجيوش وساحة للمعارك، وزي ما كانت معبر الغزاة أصبحت مقبرة لهم أيضا. وعلشان كده وإحنا بنحتفل اليوم بيعني تحرير سيناء بالرغم من 41 سنة وحصلت يعني يا ما جرى في النهر مياه كثيرة، وحصل تطور كبير في تلك المنطقة. يعني احنا شفنا في رمضان هناك يعني افطار مجمع على شاطئ البحر في سيناء به الآلاف من المواطنين. أول مرة يبقى ده والأول مرة. ده بيرد على سؤال حضرتك يا دكتور خالد، وهو متى ينتهي الإرهاب. أنا بقول لسيادتك الإرهاب تم أو لفظ أنفاسه الأخيرة بإيه؟ بثمن غالي جدا، ثمن مادي، لكن الثمن الأكبر هو ثمن الدماء. ولذا وإحنا النهاردة بندي رسالة، الرسالة لشبابنا ورسالة لأجيالنا الحالية وأجيالنا الأجيال الجديدة، بتقول أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأن قائد مصر وجيش مصر بيعرف معنى السيادة الوطنية وقدسية التراب الوطني ولا يفرط في أي شبر من هذا الوطن. والدليل على ذلك هو سيناء، سيناء اللي هي 61,000 كيلومتر مربع، عندما تم تحريرها كلها ما عدا 1 كيلو فقط متر مربع، 1 كيلو متر مربع، وهي طابة قلنا لا لابد أن يتم تحرير كل الأرض ولا يوجد شبر خارج مصر. طيب فيما يتعلق يا سيادة اللواء محمد بالوصل، همزة الوصل بين الدلتا وسيناء أو بين سيناء وبقية أرض مصر من خلال الأنفاق، هناك طفرة في الأنفاق من نفق واحد وهو نفق الشهيد، الآن نتكلم عن 3 أنفاق فضلا عن كوبري السلام، ومع ذلك معدل تعمير سيناء من قبل المصريين غير القاطنين في سيناء معدل يظل دون المستوى المطلوب، ما تفسير ذلك؟ هو طبعا نعلم أن موضوع يعني العبور من الغرب إلى الشرق كان بيأخذ ساعات كثر. كثر كويس كده ولا بقول كثيرة؟ لا أنا صحيح. عارف أن سيادتك ضليق اللغة صحيح. العربية تمام أحسن. طيب هذه الساعات الكثيرة الدولة علشان تشجع أعمال التنمية وتشجع أعمال الاستثمار، وعاوزة تزرع البشر زي ما بتزرع الحجر، وزي ما تقوم بإنشاء الطرق والمحاور، وزي ما بتنشئ البيوت البدوية والوحدات السكنية والمستشفيات. كل ذلك كان التفكير في عمل هذه الأنفاق، الأنفاق قناة السويس دي. مصر
مهندسين مصريين هم اللي قاموا بتشغيلها. نعم. وما زالوا مصر هي ملك مصر، ملكية خالصة. نعم. طبعا الدولة تخطط، احنا نعلم لن يحمي سيناء سوى تأمينها سيناء بالبشر، زرعها بالبشر. نعم. مطلوب 5 مليون مواطن من الوادي والدلتا ينتقلوا إلى سيناء علشان تعمرها. عندما يتواجد هذا الكم أعتقد أنه لن تكون مطمعا لأي من كان. وبالتالي بنجد أنها وفرت زمن الرحلة من الغرب إلى الشرق لتكون 20 دقيقة، بدل كانت أحيانا بتقعد لأكثر من 6 ساعات. يعني مصر والجيش المصري استطاع أن يقتحم قناة السويس ويدمر خط بارليف ويدمر الساتر الترابي ويأخذ رؤوس كباري بعمق 15 كيلو في سيناء شرقا في 6 ساعات. ايه ده بقى؟ كان اللي عاوز ينتقل ببضاعة او بنفسه بيأخذ هذه 6 ساعات. فكانت الدولة وفكرها في هذه الانفاق، 5 انفاق بالاضافة الى نفق الشهيد احمد حمدي، بهم 6 انفاق بيستطيعوا ان هم يساعدوا. وكبري الشهيد وكبري السلام، كبري السلام وكبري الشهيد احمد حمدي، كل ذلك بيؤكد ان الدولة، يعني الدولة بتصر على ان يتم تعمير سيناء وفك الخلل. احنا عندنا مشكلة يا دكتور خالد في التوزيع الديموغرافي. كل الشعب موجود في مكان واحد في الوادي وفي الدلتا، كل 104 مليون. ايه ده؟ وكانت المنطقة المنزرعة او المنطقة المزروعة، مزروعة ولا المنزرعة؟ لا صحيح، تمام مظبوط. هذه المنطقة المزروعة من 1 مليون كيلومتر مربع دولة كانوا 7%، الآن أصبحت 14%، لأن احنا بنشوف إن الضعف، يعني الضعف نتيجة إصلاح أراضي، نتيجة طرق. يعني الناس بتتكلم عن الطرق والمحاور اللي تم إنشائها، وإن مصر انتقلت 90 مرتبة في جودة الطرق وفي أمانها من المرتبة 118 للمرتبة 28. تهم الطرق دي بتودينا الأماكن، هذه الأماكن بنستطيع إن احنا نروح نزرع فيها ونصنع فيها ونقوم بإنشاء المشروعات الاستثمارية. هو ده الذي يحدث في خلال أعمال التنمية التي تتم. ولذا يعني احنا ربطنا بين حاجتين، تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، تطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، ثم تعمير سيناء وتنميتها، ثم نقل 5 مليون مواطن من الوادي والدلتا علشان نوزع اللي هو عدم العدل في التوزيع الديموغرافي في الوطن. وكل ذلك يؤدي إلى التنمية الشاملة المستدامة والنمو الاحتوائي. النمو الاحتوائي يعني أن يكون كل المشروعات التي تتم الآن بيتم استخدام ما يسمى بهندسة الطاقة الخضراء. هندسة الطاقة الخضراء في أعمال التنمية يعني الطاقة الجديدة والمتجددة. الطاقة الجديدة احنا نعلم أن هناك موارد تسمى الموارد غير الاقتصادية. غير اقتصادية يعني ما فيش حد بيستفيد بيها، يعني كانت الشمس دي أو الرياح ما فيش استفادة. لا، الدولة دلوقتي بتستفيد من هذه الموارد غير الاقتصادية واللي بتعتبر الطاقة الجديدة والمتجددة. نعم. واللي أنشأت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الشمس في منطقة بان بأسوان. نعم. وأكبر محطة لتوليد الرياح من منطقة جبل الزيت. كل ذلك بيقول لنا إن احنا فعلا في الطريق السليم، وأن مصر بتقوم بتنفيذ تلك المشروعات لصالح الوطن ولصالح المواطن. وإحنا بنشوف حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى في أيام الأجازات والعطلات الرسمية وهو يقوم بالإشراف على المشروعات التي موجودة في كل مكان. وإحنا نعلم أن القوات المسلحة ليست لها شركات تقوم بتنفيذ تلك المشروعات اللي وصلت ل 30,000 مشروع. أمال بتعمل إيه القوات المسلحة؟ القوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتشرف على، شوف بقى سيادتك قد ايه، 1,100 شركة مدنية وطنية بها 5 مليون مهندس وفني وعامل وصانع. وبالتالي الشباب اللي هم استطاعوا ان يحرروا سيناء، ونحن نحتفل بالذكرى 41 لتحريرها، واللي قاموا بالقضاء على الارهاب، هم الان الذين يكونون
بمثابة قاطرة التنمية ويقوم بتنفيذ هذه المشروعات التنموية العملاقة. عايز أقول أن مصر بتدعو للسلام، مصر لا تريد الحرب، ولكن بتقوم بالقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري. طيب سيادة محمد، الرئيس بيحرص بنفسه على التواصل مع شيوخ وعواقل سيناء باستمرار الحقيقة، وبيعول أكثر على أهل سيناء خاصة على صعيد التعاون مع الجيش وعلى صعيد التنمية أيضا. هو ده طبعا، كيف تقيم هذه النقطة؟ طبعا ده يعني احنا نعلم أن عواقل وشيوخ وأبناء سيناء فعلا دول كانوا في أثناء حرب أكتوبر هم قرون الاستشعار، هم يمدون القوات المسلحة بكل البيانات والمعلومات الموجودة. هم مواطنون تضرروا كثيرا من الإرهاب، وبالتالي أعمال التنمية هي لصالح هؤلاء المواطنين. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يذكر بأن لهم كان لهم فضل كبير في أيضا التعاون والوقوف خلف القوات المسلحة، والآن على مصر أن هي بتقوم بأعمال التنمية، لأن هذه التنمية هي أمن قومي، لأن الأمن القومي ليس الحفاظ يا دكتور خالد على الحدود وفقط، وخاصة أن احنا بنلاقي أن حدودنا واتجاهاتنا الاستراتيجية الأربعة معرضة للتحديات والتهديدات. الحد الغربي مع ليبيا، الآن الحدود الجنوبية مع السودان وهي العمق الاستراتيجي لمصر من الاتجاه الجنوبي، ثم من البحر المتوسط والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومن البحر الأحمر وعملية القرصنة والتأثير على الملاحة التي تذهب إلى قناة السويس التي تدر ثلث الدخل القومي من العملة الصعبة. وبالتالي بنجد أن كل الحدود ديت مؤمنة تماما بواسطة قواتنا المسلحة. قوات المسلحة بتقوم بتعزيز قدراتها العسكرية، بتقوم بتنويع مصادر تسلحها، حتى أصبحت الجيش الثاني عشر على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور. ليس هذا فحسب، ولكن بنجد أن قواتنا البحرية في المرتبة السادسة على مستوى العالم. أما المفاجأة فأن القوات الخاصة المصرية، قوات الصاعقة المصرية، في المرتبة الأولى على مستوى العالم قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقبل روسيا. وبالتالي هذه هي قواتنا المسلحة اللي احنا النهاردة بنوجه لها التحية، وبنوجه التحية للمقاتل المصري اللي واقف على الحدود بيحمي الأمن القومي. احنا في بيوتنا بنحتفل في هذه الأيام بذكرى عيد القيامة المجيد وبذكرى وبحلول عيد الفطر، عيد الفطر المبارك. وهناك ناس آخرون على الحدود يقفون لحماية أمننا القومي. فواجب علينا، واجب على كل الشعب أن هو يعني يحيي ويوجه التحية لهؤلاء الأبطال. طب أنت أشرت إلى الحدود الجنوبية والغربية، طب والشرقية اللي هي فيها سيناء يا سيادة اللواء؟ طبعا اللي هي بتحدنا فيها كان فيها الإرهاب وتم القضاء عليه. يعني حدودنا مع إسرائيل ومع قطاع غزة. قطاع غزة برضو كان هناك تهديد كبير، يكفي إن حدودنا مع غزة 14 كيلو فقط، كان فيهم 4000 نفق، 4000 نفق 14 كيلو في ال 14 كيلو يعني ما بين كل نفق ونفق تلاقي إيه نفق أو فتحة نفق. وبالتالي يعني إزاي جهود كثيرة جدا تم تدمير كل ذلك. وعلشان كده تم إحكام قفل، بنقول عليها إحكام قفل حدود كلها بريا وبحريا، وتم تجفيف منابع التهريب ومنابع التمويل ومنابع الفكر. كل ذلك في إطار استراتيجية. ماذا عن التواجد العسكري في سيناء سيادة اللواء؟ والله ده يعني برضو سؤال مهم جدا. احنا نعلم انه طبقا لاتفاقية السلام كانت سيناء مقسمة الى ثلاث اماكن. منطقة الف وبها قوات عسكرية محدودة. المنطقة باء وبها قوات حرس حدود فقط، ثلاث كتائب اونلي فقط. ثم المنطقة جيم وبها قوات شرطة، قوات امن مركزي بس. بس لا يوجد دبابات، لا توجد عربات مدرعة، لا توجد طائرات، لا توجد طائرات مسيرة في المنطقة باء وجيم. ولكن كانت هنا هذه الخرائط وهذه الاتفاقية قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديلها مع الجانب الإسرائيلي أثناء قاء
قضاءنا على الإرهاب، وكانت الطائرات وهي وطبعا كل القوات المسلحة موجودة في أرض سيناء بقوات تكثر أكثر من قواتنا اللي كانت في حرب الخليج، موجودة على أرض سيناء. في طائرات، في طائرات مسيرة، نعم، في دبابات، كل أنواع الأسلحة موجودة في أرض سيناء علشان تؤمن سيناء وتمنع ما حدث سابقا. وبالتالي ده يعتبر انتصار كبير. كما استطعت أن تحرر سيناء، استطعت أيضا أن تؤمنها بكل أنواع الأسلحة الموجودة، والآن بيتم تأمينها بتوطين 5 مليون فرد مواطن يزرع ويصنع في أرض. احنا نعرف أن هناك أهمية استراتيجية كبيرة لسيناء لأنها تعتبر مجال هام لإصلاح الأراضي. إصلاح الأراضي، توفر مياه جوفية، 2 مليون متر مكعب يوميا من المياه بيصل إلى سيناء لري هذه الأراضي 500,000 فدان. أيضا هناك سهل الطينة، ده من المناطق اللي هي صالحة للزراعة في شمال سيناء. كل ذلك بيؤهل سيناء لتكون منطقة جذب، تكون منطقة آمنة إن شاء الله. أشكر حضرتك جدا سيادة لواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان، وأهلا بك دائما ضيفا عزيزا. أهلا بك يا فندم، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. و25 أبريل من كل عام ذكرى تحرير سيناء، ذكرى نجدد بها وصلنا بهذه البقعة المباركة من أرض مصر، لكن سيناء تظل دائما في قلوبنا وعقولنا. شكرا لحسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.